سيد محمد الكريمي جاءك اقصص بهدفه الجيش بدي فرغيه جاب هدف بالنسبه لشباب قسنطينه حكيم مهم جدا اللي كان يصارع ايضا من اجل تفادى السقوط شباب يعني دفاع تجريد كنا نقولوا هذه المفاجاه الصارعه ولكن لم اثبتوا بانهم فريق المنطق تاعو يثبت هذه اسوء مباريات في مباراه العوده شاهدناه وان كان بعيد على مستواه وطاح في شباب قسنطينه اللي موتيفي بالمباراه هذه لو كان ينهزم يدخل في الحسابات يعني صحيح ضيقه وصعبه جعل ولكن اكساس بجناد باربع